حرس الحدود بحسب جدول المسابقات، ثم يلعب مع الترجي اللي هيكون بيلعب 3 ماتشات قبل ما يلعب مع الأهلي في استاد رادس. فتعالوا مع بعض نتكلم عن المباراة دي شوية مع أحد نجوم الكرة التونسية ونادي الترجي التونسي السابق، الكابتن وجدي بوعزي. كابتن وجدي أهلا بيك، منورنا وسعداء بوجودك معنا. مساء الخير، مرحبا بك، ربي فضلك، أنا سعيد جدا بالحضور معكم. مساء الخير لجميع المشاهدين، أهلا وسهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. بداية مبروك للترجي العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال، كيف تابعت التأهل على حساب شبيبة القبائل بالأمس؟ مشكور مشكور، الحمد لله، ترشح مستحق على جميع المستويات للترجي الرياضي التونسي، المرور للمربع الذهبي، المرور إلى الدور النصفيائي في المواسم الأخيرة أصبح شيء عادي وعادي جدا بالنسبة لفريق مثل الترجي الرياضي التونسي. المنافس كان صعب، منافس ممتاز، شبيبة القبائل منافس ممتاز، لكن ممكن المشاكل التي يتخبط فيها النادي في الدوري كانت عائقة من شبيبة القبائل باش يقدم مستويات كبيرة، لكن الحمد لله الهدف وهدف ترشح كان من نصيب الترجي التونسي. على مستوى المقابلتين ذهاب وإياب كنا الأفضل، كنا الأحسن، كنا حاسمين، الحمد لله ترشح، والقادم أفضل إن شاء الله. نعم، القادم هي مواجهة معتادة برضو شبه متكررة بشكل سنوي ما بين الترجي والأهلي والبداية في رادس، كيف ترى هذه المواجهة كابتن وجدي؟ بالنسبة لي أنا من أفضل وأكبر وأحسن مقابلات دوري أبطال إفريقيا الترجي الأهلي، اثنين فرق كبار في القارة الإفريقية، اثنين فرق عندهم مستويات كبيرة ياسر، عندهم عادات وتقاليد خاصة في الشامبيونز ليج، مقابلة باش تكون حماسية، مقابلة باش تكون مفتوحة من الفريقين. الترجي يعرف كثير الأهلي، الأهلي يعرف كثير الترجي، يعني مقابلة باش تكون منافسة شريفة بين أشقاء توانسة ومصريين، إن شاء الله تكون مقابلة في قيمة الفريقين، ومقابلة في قيمة عرس كروي، يعني عرس كروي عربي إفريقي، إن شاء الله تكون على الميدان بقدرة الله، اثنين فرق من أقوى القارة كما قلت. نعم، شيقدموا مستويات كبيرة وكبيرة جدا إن شاء الله. كيف ترى مفهوم الكعب العالي، أو أن الأهلي يستطيع بشكل متكرر الفوز في تونس في ملعب رادس رغم قوته ورغم كونه من الملاعب الصعبة بشكل عام، كيف ترى هذه المقولة في ضوء النتائج السابقة كابتن وجدي؟ ما فيش كعب عالي في كرة القدم، كل فريق كل يوم يوم، وكل مقابلة والحضور كل مقابلة ومقابلتها. ترجي كعبه عالي، ترجي منافس كبير، الأهلي كعبه عالي، الأهلي منافس كبير، اثنين من أقوى الفرق، لكن على مقابلة كل شيء وارد وكل شيء جائز. بالنسبة للترجي الهدف الأول في كل موسم هو التتويج برابطة الأبطال الإفريقية، كذلك الأهلي المصري الهدف الأول تتويج بالنسبة للموسم هذايا، يعني ما فيش كعب عالي حقيقة. نعم، زوز فرق كبار، زوز فرق، أي فريق قادر أنه ينتصر على الفريق الآخر في أي لحظة وفي أي مقابلة. نعم، متفق جدا. ربما بسبب الأحداث اللي وقعت بالأمس، لو ليك تعليق عليها، ما بين الجماهير والأمن وما هو مرتبط بها ربما من قرارات من لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي، كيف ترى هذا مع احتمال ربما الحرمان من الجمهور في لقاء الذهاب كابتن وجدي؟ شاهدنا الأحداث، لكن طالما كانت جماهير الترجي كانت مثال يحتذى به في الروح الرياضية والتشجيع لآخر وقت وآخر رمق، جماهير الترجي ليست لها أي صلة بالأحداث، ليست جماهير الترجي اللي شاهدناه البارح، بل بالعكس جماهير الترجي هي جماهير كبيرة، جماهير ممتازة، جماهير يحتذى بها، جماهير تشجع الفريق في كنف الروح الرياضية، وهذا اللي شاهدناه في تلك المواسم الفاتت وخاصة الموسم هذا. كيف لا صلة لها كابتن وجدي؟ يعني أحب توضيح، أنه كان واضح أمامنا مشاهد ما بين الأمن والجمهور، فهل من توضيح أكثر لهذا الأمر؟ والله العظيم ما عنديش حيثيات، كان جات عندي حيثيات كنت نشوفك، نعم، لكن نعم للأسف ما عنديش حيثيات. نعم، هل تقلق من فكرة قرار بعدم وجود الجمهور باعتبار أن الجماهير دايما
من القوى الدافعه جدا لاي فريق في المباريات الحاسمه زي دي؟ طبعا طبعا طبعا، جماهير فرق مثل جماهير الترجي وجماهير الاهلي وجماهير النجم الساحلي وجماهير الزمالك وجماهير الفرق الكبرى، يعني ممكن الفرق تستمد قوتها من الجماهير، خاصه في 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 هذا الدور بالذات، الدور المتقدم من الشامبيونز ليج، يعني في 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 قلق وفي تقلق من عدم حضور جماهير الترجي التونسي. انا نتمنى انه ما يصيرش قرار بعدم حضور جماهير الترجي، لان جماهير الترجي التونسي عفوا كانت سند والمشجع او اللاعب رقم واحد للفريق، واللي هي تخلي فريق الترجي يحقق الالقاب يوصل لابعد حد. نعم، اخيرا واجهت الاهلي وانت نجم كبير في الترجي اعتقد ربما 5 مرات في مسيرتك الافريقيه، ما هي ابرز الذكريات اللي ممكن ترويها عن هذه المواجهات كابتن وجدي؟ جماهير الاهلي جماهير كبيره، مواجهات احنا كانت مواجهات مصيريه ومواجهات كبيره جدا. الحمد لله انا كنت تواجدت بالعديد من الالقاب، كنت تواجدت بالتشامبيونز ليج 2011 وكنت لعبت نهائي 2010 ونهائي 2012، لكن بالنسبه لي انا من احلى الذكريات هو اللعب في استاد القاهره الدولي امام الجماهير المصريه والجماهير التونسيه. الاهلي فريق كبير، الاهلي فريق ممتاز جدا، والاهلي مثال يحتذى به اكيد جدا. حقيقه شخصيا كانت لي من احسن المقابلات في مسيرتي مع الترجي التونسي هو اللعب ضد الاهلي. نعم. سواء كان في القاهره او في تونس. نعم نعم. اخيرا يعني تعلم ربما علي معلول من افضل المحترفين الذين لعبوا في صفوف في الكره المصريه عموما وفي النادي الاهلي، يعتبر حتى من قائدي الفريق الاحمر قبل مواجهه مواطنه الترجي، كيف ترى هذه المواجهه بالنسبه لمعلول؟ انا فخور جدا بعلي معلول، انا فخور جدا انه اسم كبير في مستوى علي معلول مشرف الكره التونسيه في نادي كبير مثل الاهلي المصري. علي معلول حقيقه رجل كالف، رجل رياضي، رجل على مستوى اخلاق وقيمه كبيره جدا. الحمد لله انه اسم كعلي معلول هو مشرف الرياضه التونسيه ومشرف العلم التونسي في مصر. علي يعرف كل كبيره وصغيره على الكره التونسيه، وان شاء الله تكون مقابله حماسيه في الميدان، لكن باذن الله انا فخور جدا بوجود علي معلول كلاعب وكرجل وكشخص. واحنا كنا سعداء جدا بوجودك معنا كابتن وجدي ابو عزي، وان شاء الله نلتقي قريبا سواء هنا او هناك، واشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا كابتن وجدي ابو عزي، نجم الكره التونسيه، نجم فريق الترجي التونسي السابق.